السلام عليكم. مباراة الجزائر والنيجر اليوم في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين للجزائر. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليستمر لكم البث بدون تقطيع. تأهل منتخب الجزائر إلى نصف النهائي في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بعد فوزه الصعب على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد. وعلى الجانب الآخر حجز منتخب النيجر مقعده في الدور نصف النهائي بالبطولة القارية بعد تغلبه على منافسه منتخب غانا بهدفين دون مقابل. وأجرى منتخب الجزائر المحليين مساء الأحد آخر حصة تدريبية قبل تنقله اليوم إلى وهران حسب لمواجهة منتخب النيجر لحساب دور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين. ويأمل المنتخب الجزائري من الاستفادة بعامل الأرض والجمهور أمام منتخب النيجر للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين والمقرر إقامتها يوم 4 فبراير المقبل. وتجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بين منتخب السنغال ومنتخب مدغشقر، وستقام اليوم أيضا بملعب نيلسون مانديلا. نرجو التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير ليصلكم منا كل جديد. الأجواء حماسية من الجماهير الجزائرية طبعا دعما للمنتخب الوطني المحلي.